أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 43 من برنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة طبعا إحدى حلقات المراجعة، هنستضيف معانا طبعا ثلاث كوادر من نجوم اللغة الإنجليزية في مصر. صباح الخير مستر نبيل بكير. صباح الخير مستر خالد عبد الهادي. صباح الخير مستر احمد. صباح الخير مستر صلاح عبد الله. صباح الخير مستر احمد. مشرفينا كالعاده، وان شاء الله نستمتع بيكم معاكم بالمراجعه بتاعت النهارده، ونبدا مع مستر نبيل بكير. شوف كده مع بعض، يعتبر اهم جمل تشوز ذا كوريكت انسر احنا يعتبر مجمعينها على المنهج، وطبعا عشان يبقى فيه مصداقيه الجمل اللي احنا مجمعينها النهارده يعتبر بتاعه امتحان 2019، بحيث نقيس من خلال المراجعه بتاعتنا هل الجمل سهله وبسيطه او فيها صعوبه زي ما بيتقال. نشوف مع مستر نبيل كده الجمله رقم واحد. سنتنس نمبر 1 بتقول عادل نقط هي ميد ات هيم سيلف. اتفضل يا مستر نبيل. نمبر 1، صباح الفل على كل مدرسين اللغه الانجليزيه في مصر، صباح الفل على طلابي خاصه. ده نمبر 1 بتقول هنا كانت في امتحان 2019 دور اول. عادل نقط has his dinner cooked ولا has his dinner been cooked, cooks his dinner, cooked his dinner. هل دي active causative ولا passive causative؟ neither of them. في الاخر بيقول لنا he made it himself. he made it himself يعني عمل حاجه بنفسه، يعني مش someone else اللي عمل له الحاجه، يعني هو اللي عمل حاجه بنفسه. فلازم استبعد اول حاجه has his dinner cooked، لان هو he made it himself. has his dinner been cooked لغويا غلط، كوزيتيف على باسيف ما ينفعش. كوكس الدينر ما ينفعش كوكس الدينر، وفي الاخر هي ميد ات himself يعني الاكشن توك بليس ان ذا باست واندت خلاص. جميل، يبقى ذا كوريكت انسر طبعا كوكد his dinner. عادل كوكد his dinner، هي ميد ات himself نوت سم ون ايلس. هي جمله عاديه، جمله عاديه خالص، لا اكتف كوزيتيف ولا باسيف كوزيتيف. اوكي، جت في 2019 دولار. تمام، شوف سنتنس نمبر 2 بتقول او I know at my mobile what can I do. برضه دي دور اول 2019. او ماي موبايل وات كان اي دو، اعمل ايه؟ was breaking have broken broke had broken. لو امسك was breaking الاولانيه دي past continuous بيبقى في حدث كان مستمر والثاني قطع مش موجوده في الجمله. have broken وعند ده present perfect، وعندي broke past simple، had broken past perfect. ايه هو الزمن اللي بيعبر عن an action took place in the past ولو بريزنت افكت ولو تاثير حالي في الحاضر؟ هو البريزنت بيرفكت. انا بقول انا وات او ماي موبايل وات كان اي دو، او اي هاف بروكن ماي موبايل، ان اكشن توك بليس ان ذا باست اند هاز ا بريزنت افكت. جميل، يبقى الاجابه الانسر ذا رايت انسر هاف بروكن. جميل، سنتنس نمبر 3 بتقول شي نو ات ذا سيتي بيفور ذا سكول تريب. جمله كويسه جدا برضو، من الحاجات اللي ممكن تقع الطلبه ساعات انتوا عارفين بيفور وافتر، والروابط دي لها اكتر من قاعده. ممكن يبقى بعديهم باس سيمبل والتاني باس بيرفكت، او باس بيرفكت وباس سيمبل، او باس سيمبل وباس سيمبل، حسب معنى الجمله. هنا كلمه اوريدي اصلا ممكن تيجي مع البريزنت بيرفكت او مع الباست بيرفكت. شي هاز اوريدي فيزيتد، هاد اوريدي فيزيتد، فيزيتس، فيزيتنج. هلاقي اصلا في لينك اللي هو الرابط اللي هو بيفور، يبقى في تو سنتنسز، يعني في فيرست اكشن وفي سكند اكشن. انا لو الجمله دي انتهت لغايه كلمه ذا سيتي كنت قلت هنا شي هاز اوريدي فيزيتد ذا سيتي، ان اكشن توك بليس ان ذا باست بدون تحديد وقته. لكن في الاخر بيقول لي بيفور ذا سكول تريب، يعني في فيرست اكشن وفي سكند، في حدث ثاني موجود. في حدث ثاني، يعني هنا بيفور ذا سكول تريب سمثينج هابند الاول. ايه هو؟ مش معقول هيبقى اوريدي فيزيتد، انا ممكن اقول هاز اوريدي فيزيتد من غير كلمه بيفور ذا سكول تريب. في لينك في النص، يبقى شي هاد اوريدي فيزيتد ذا سيتي بيفور ذا سكول تريب. الفيرست اكشن فيزيتد ذا سيتي، سكند اكشن ده قبل المدرسه، قبل رحله المدرسه. جميل، سنتنس نمبر 4 بتقول luckily when I know at the station the train left. من الجمل اللي ساعات الطلبه بتعمل لها كونفيوجن، عشان كلمه وين اصلا لها اكتر من قاعده. بس لو نبص الجمله كده، كلمه luckily لحسن الحظ، يعني كده حلت الجمله، يعني الراجل لحق. مش هقول لك ليه وما لحقتش. لك لي نقط اي ذا ستيشن ذا ترين ليفت،
ريتش مش معقول هتعمل ريتش بريزنت سيمبل مع باص سيمبل. هات بي ريتشنج ذا باص بيرفكت كونتينوس ماضي تام مستمر، مستحيل يجي في الجمله كده. ريتشد هتبقى ذا كوريكت انسر. هات بي ريتشنج ذا بريزنت بيرفكت كونتينوس مش هينفع برضه. لك لحسن الحظ هنا ريتش ذا ستيشن ذا ترين ليفت، يعني يا دوبك بحط رجلي في المحطه، نزلت وصلت المحطه حاطط رجلي في القطر، القطر اتحرك. يعني الاثنين حصلوا في نفس الوقت، يعني مفيش فيرست اكشن وسكند اكشن. يعني انا اي كوت ات، يعني انا اي دينت مس ات، يعني لحقت بقى. لاكلي لحسن الحظ. جميل. سنتنس نمبر 5 بتقول nothing like this not to hear. Nothing like this برضه ده امتحان 2019 كان دور ثاني. Nothing like this not to hear has happened, has never happened, has ever happened, happened. انا هستبعد باست سيمبل خالص، عشان باست سيمبل ده بيعبر عن حدث وقع في الماضي ولازم يحدد زمن وقوعه، يسترداي، امونت اجو، لاست ويك. لكن البريزنت بيرفكت معروفه ان هو حدث وقع وانتهى دون تحديد زمن وقوعه. انا اي كان سي اي هاف فيزت ماي انكل، بات اي كان سي اي فيزت ماي انكل يسترداي. فانا بقول هنا nothing like this to hear. Present perfect. طب في nothing في الاول، جمله نيجاتيف، فمستحيل استعمل never. يبقى nothing like this has ever happened to hear. جميل. هننتقل لبيج نمبر 2، صفحه رقم 2، ونشوف الجمله نمبر 6 بتقول ايه مع مستر خالد عبد الهادي. سنتنس نمبر 6 بتقول doctors not to their best in case of emergency. صباح الخير على كل طلابنا، صباح الخير على كل مدرسين زمايلنا. النهارده ان شاء الله احدى حلقات المراجعه، نتمنى انكم تستفيدوا معانا وتستمتعوا معانا، ونفكركم تاني بكتاب مدرس على الهوا، يا ريت يكون معاك عشان خاطر تلم اكبر كم من الافكار اللي لا يخلو منها امتحان. مستر احمد بيسال وبيقول لنا doctors are asked ولا have asked ولا asked ولا are asking to do their best in the case of emergency. طبعا الجمله بعض الطلبه واخده ان الجمله ما بتجيش باسيف الا اذا كان اول حاجه في الجمله اللي هو يعتبر زي السبجكت غير عاقل، يعني اقول ماي كار ووز ريبيرد، لكن ذا ميكانيك يبقى ريبيرد. ناخد بالنا من الحته دي، الجمله باسيف رغم انها الفاعل السبجكت عندنا عاقل. فبنقول دكتورز، الدكاتره بيطلب منهم، لازم تاخد بالك من المعنى بتاع الجمله، بيطلب منهم، بيسالوا دايما ان هم يبذلوا اقصى جهد ليهم في الحالات الطارئه. فلما تيجي تتكلم في الباسيف يبقى انت عاوز زي ما عرفنا بنبدا بالاوبجكت وبعدين فيرب تو بي وبعدين تصريف ثالث. فدكتورز هنا مش جايه سبجكت، لا ده جايه اوبجكت، هو اللي بيطلب منهم، يبقى دكتورز ار اسكد. لو انت اخترت هاف اسكد يبقى هم اللي طلبوا، اسكد هم اللي طلبوا، ار اسكينج بيطلبوا. لكن هنا المعنى دكتورز ار اسكد بيطلب منهم تو دو ذير بيست ان ذير كيس اوف ايمرجنسي، سو ذا رايت انسر از اي. جميل. سنتنس نمبر 7 بتقول Liverpool players are known to be skilled. They not the match easily. الجمله ديت مستر احمد جات لنا السنه اللي فاتت في الامتحان، زي ما حضرتك كده نوهت في اول الحلقه وقلت ان هي دي اسئله امتحان العام السابق سواء دور اول او دور تاني. وكان عليها جدل كبير جدا لان كان نموذج الاجابه هي حاجه ورجع قالوا لا طب دي ماشيه الاثنين صح. فخد بالك الدرس دوت بيتكلم عن الفيوتشر. الفيوتشر عندنا في طبعا عندنا السيمبل فيوتشر اللي هو شال ويل والانفينيتيف، في عندنا الفيوتشر كونتينيوس will be plus ing، في الفيوتشر بيرفكت المستقبل التام، والهاف باست بارتيسيبل، وفي طبعا البريزنت سيمبل اللي هو مواعيد الثابته القطارات والطيارات والحاجات ديت، وفي عندنا طبعا جميع وسائل المواصلات والحاجات دي كلها، وفي البريزنت كونتينيوس المضارع المستمر اللي هو بيبقى حاجه محتاج ارينجمنت ترتيب مواعيد او يكون حاجه بيرسونال ابوينتمنت مواعيد شخصيه. وطبعا في جوينج تو اللي هي كانت مسار للجدل اللي هي دايما بنستخدمها لما يكون في ايفيدنس دليل او يكون في a plan او decision او intention، خطه او قرار او نيه او دليل. فالجمله هنا بيقول Liverpool's players are known to be skilled، معروف ان لعيبه ليفربول حريفه جدا، ماهرين جدا. زي في ناس اعتبرتها دليل فقالوا they are going to win، لكن نموذج الاجابه طبعا كان جاي زي will win، وطبعا عشان خاطر ان الصفات الشخصيه لا تعتبر دليل، لكن قال لك في بقى صفات شخصيه وصفات مكتسبه فانت دايما خليها قاعده كده وريح دماغك، صفات شخصيه لا تعتبر دليل. ودي جمله كانت موجوده في الورك بوك عندهم والتكست اللي هي لما بنقول this boy is very clever I think he will be
دكتور، فقلنا كليفر زي سكيلد، فالمفروض ويل وين، وتبقى هي دي الموديل انسر، ودي الاجابه الاصح. يعني الاجابه ويل وين. ويل وين. تمام. دي طبعا بتتكلم على الفيوتشر، ولو عايزين نرجع للحلقه بالتفصيل اللي هي بتاعت الشرح، كانت الحلقه بتاعت مستر خالد عبد الغني. ايوه بالظبط كده. مستر احمد فاكره. يونت 3. يونت 3. اكسلنت مستر احمد. تمام. نرجع لسنتنس نمبر 8 بتقول I can't travel at 9 a.m. tomorrow as I know at a meeting. الجمله هنا طبعا واضحه، I can't travel at 9 a.m. مش هقدر اسافر الساعه 9 بكره. خد بالك من تحديد الميعاد، بكره الساعه 9 هيكون عندي اجتماع، يعني في التوقيت ده هيكون عندي اجتماع، هكون شغال، هكون بلعب، في التوقيت ده هكون نايم، في التوقيت ده هكون بشتغل. طالما حدد لي في التوقيت ده هكون بعمل كده، يعني حاجه هتستمر في المستقبل في التوقيت ده. واضح من الكلام انه مستقبل مستمر اللي هو will be having. So the right answer is the last one, will be having. Future continuous. Sentence number 9 بتقول have you seen not she bought from the book fair. Have you seen، هل شفت، she bought اللي هي اشتريته from the book fair، من معرض الكتاب. لو ترجمت الجملة هتعرف الإجابة على طول. هل شفت اللي هي اشتريته أو ما اشترت، يبقى what she bought. Have you seen what she bought from the book fair. خد بالك طالما ممكن يعني يقولك ده خد ذات، لا خد بالك من الجملة. Have you seen what she bought. هل رأيت ما تم شراؤه، ما هي قد اشترت. يبقى what هي الإجابة الصح. ما تخليش دماغك تروح لذات ويتش، وده برضو درس محتاج تركيز منك، والمعنى هنا يبقى what a is the right answer. جميل. sentence number 10 بيقول my little sister made a mistake not which she had to apologize. الجملة دي جملة جميلة جدا طبعا، بتتكلم عن relative clauses اللي هي ضمائر الوصل عندنا، وبيقول my little sister made a mistake، عملت خطأ. About which, to which, for which, in which she had to apologize. الجزئية دي بالذات من الدرس بتلخبط طلبة كتير جدا. يعني قول لي هي دي العربية التي، عارف ان غير عاقل which. ولو في صيغة تفضيل تبقى ذات. ولما اقول هو دوت الولد اللي عمل كذا، لو هو subject فاعل يبقى هو، لو object مفعول يبقى هو. في حاجات كده واضحة، لكن دي بقى in which و by which و for which و دي بتلخبط طلبة كتير جدا، فركز معايا فيها. خد بالك من كلمة apologize. Apologize دايما بتاخد حرفين جر، بتاخد for وبتاخد to. إذا كنت أنت بتعتذر عن حاجة عملتها يبقى apologize مثلا for coming late. بعتذر عن حاجة قلتها I apologize for what I had said. يبقى يعتذر على حاجة عملها يبقى for، لكن يعتذر لشخص يبقى to. يعني Mr. أحمد is the person to whom I must apologize. To whom I should treat. To whom I should buy something. اللي لازم أشتري له كذا. اللي لازم أعتذر له. يبقى لو بتعتذر لشخص to، تعتذر على حاجة عملتها يبقى فور. فخد بالك هنا بقول my little sister made a mistake، عملت خطأ ولازم تعتذر عليه. يبقى بتعتذر على حاجة عملها، يبقى على طول إجابتك تروح لفور. ودايما عشان تعرف البروبوزيشنز الصح اللي هتختاره، دايما بتلاقي في معظم الجمل في فعل كده بيجيب لك حرف جر معين تقدر تعرف منه. apologize for و to لحاجة يبقى فور، لشخص يبقى to. بعد كده بقى مثلا Alexandria is the place to which I must go. To which عشان went أو go تاخد to. تاخد بالك من الجزئية دي مهمة جدا عشان تقدر توصل للحل الصح إن شاء الله. So the right answer is number C, 4. جميل. هننتقل لبيج نمبر 3 الصفحة رقم 3 مع مستر صلاح عبد الله، ونشوف الجملة sentence number 11 بتقول إيه. بيقول لي not sport has something special. I don't think I have a favorite. هنا يا جماعة الجملة بتاعتنا بعد السبيس في سبورت، ودي اسم مفرد followed by has، برضو verb هنا مفرد. طيب اختياراتنا عندنا either, every, all, half. هنستبعد letter C letter D. الall والhalf مش هينفعنا خالص. ليه؟ الall والhalf لازم في القاعدة بتاعتنا يجي بعديهم اسم جمع او اسم لا يعد uncountable. يبقى خلاص، يبقى السي والدي مش موجودين معنا. الاول والهاف ما بيجيش بعديهم اسم مفرد خالص. نيجي عندي هنا لايزر وايفري. طبعا هنا ايزر دي شيء مش هتفعل جمع هنا. ليه؟ لان عندنا ايفري بيتكلم ايفري سبورت، كل رياضه هاز سمثينج سبيشال، ليها شيء خاص بيها. يبقى هنا اللي جاب عندنا letter B every. طبعا وهنكنسل برضو letter A اللي هي either، ما عندناش هنا إجابة هنا.
يبقى اجابتنا مطلوبه هنا عندنا every بينطبق عليها القاعده الموجوده عندنا. اوكي نشوف sentence number 12 بتقول my school is not a kilometer from my house. طبعا كمان هنا برضو يعني برضو عايزين نوضح ان الجمل هنا دول في مصر 2019 دور اول وثاني مأكدين جدا في الامتحانين اللي جم السنه اللي فاتت على يونت 5 ويونت 6. هنا بعد السبيس الكيلومتر، يبقى الكيلومتر المقاييس كلها كيلومتر سنتيمتر وهكذا، كل مقاييس هتاخد هاف. طيب عندي هنا يبقى خلاص هستبعد الاي والدي، خلاص لتر ايه لتر دي خلاص مش موجودين معانا. طيب الكيلومتر وهكذا والسنتيمتر ومقاييس هتاخد هاف ويز اوت اوف بدون اوف، يبقى هنكنسل لتر سي مفيش هاف اوف الكيلومتر، لا هتبقى هاف الكيلومتر. لتر بي. اوكي سنتنس نمبر 13 بتقول it was not an interesting book that I recommended it to my son. طبعا برضو هنا تكمله اللي قلت من شويه، الوحده الخامسه والسادسه قد ايه مهمين، قد ايه موجودين في الامتحانين دور اول ودور ثاني. هنستبعد الفيري اللي هنا الآ والآن، لو كان جم قبل فيري كنا ممكن نقول a very interesting book ماشي، لكن خلاص بستبعدنا الفيري. طيب نيجي هنا عندي enough بيجي قبلها الصفر مش بعديها، يعني هيجي ايه بتبقى الصفر البوزيتيف هتيجي قبل enough، يبقى خلاص برضو هنا استبعدنا enough. نيجي عندنا such و so. so مش هتيجي معانا هنا لان هنا so ما بتتكلمش هنا عن nouns الموجودة عندنا اللي هو book، يبقى هنا القاعدة بتاعتنا such هيجي بعديها الآ او الآن والadjective اللي عندنا وبعد كده النون، يبقى such an interesting book letter C. اوكي sentence number 14 بتقول she is not creative person that she can solve any problem. طبعا في جملة 14 ديت هي نفس بالظبط 13 نفس الفكرة وتكررت، طبعا جم في الامتحانين 13 14 دول في دور أول وتاني، يبقى نفس الحكاية هي she is letter D such a creative person that she can solve any problem، يبقى الإجابة هنا letter D نفس فكرة اللي قبلها. جميل sentence number 15 the boss got the employees not till late at night. طبعا هنا يا جماعة في الجملة 15 هنا بيتكلم على الأكتف الكوزيتيف، عندي هنا الأوبجيكت بتاعنا someone، لما يكون عندك هنا في الكوزيتيف الأوبجيكت بتاعنا someone يبقى هنا مع got هيجي بعدها على طول to infinitive، يبقى الإجابة عندنا letter A to work. جميل دي كانت تعتبر أهم الجمل اللي هي موجودة في امتحان 2019 دور أول وتاني. هننتقل برضو لامتحان 2019 دور اول وثاني بس من خلال سؤال القصه ونشوف الاسئله بتاعت القصه بتقول ايه. هننتقل لصفحه بيج نمبر 4 صفحه رقم 4 مع مستر نبيل بكير ونشوف اول سؤال كريتيكال ثينكينج بيقول ايه. السؤال بيقول Do you think Rose was a persuasive person? Why and why not? السؤال طبعا مهم جدا وكان متوقع جدا السنه اللي فاتت. معنى الجملة Do you think Rose was a persuasive person؟ هل تعتقد روز كان بني آدمة مقنعة؟ Why why not؟ من خلال دراستنا للقصة هتلاقي فعلا روز كانت so persuasive. طب عايزين situation عايزين موقف عايزين نثبت الكلام ده. Do you think Rose was a persuasive person؟ Why why not؟ I think that Rose was a persuasive person. She had a عايز برضه أقول للطلبة حاجة مهمة جدا جدا. في طالب بيسالني انا هجاوب بالبريزنت ولا في الباست؟ السؤال طالما جاي لك الصيغه بتاعته في الباست يجاوب في الباست. لو جاي لك الصيغه لو جاي لك هنا دو يو ثينك روز از ا بيرسويسيف هنجاوب بالبريزنت، هنا ووز ا بيرسويسيف هجاوب بالباست عشان طلبه بتسالك السؤال ده كتير جدا جدا. فالسؤال هنا في الباست يبقى الاجابه بتاعت في الباست، السؤال في البريزنت الاجابه بتاعت في البريزنت. دو يو ثينك روز ووز ا بيرسويسيف بيرسون؟ اي ثينك ذات روز ووز ا بيرسويسيف بيرسون. شي هاد ا واي of asking people عندها طريقة تطلب من الناس to do things that it was impossible to refuse، صعب انك ترفض. طب ايه الموقف اللي يثبت لي الكلام ده؟ she managed to persuade Rassendell to accept or to work for Sir Jacob who's going to become an ambassador in 6 months time. I think that Rose was so persuasive. جميل question number 2 بيقول do you think that the Duke was honest when he invited his brother to stay in Zenda, why and why not? عمره ما ديوك مايكل كان honest man. ديوك مايكل ده
Do you think هل تعتقد ديوك was honest كان امين لما دعا اخوه للاقامه في زندا؟ Why why not؟ كلنا عارفين ان ديوك مايكل was ambitious طموح. Had a lot of ambitions عنده كثير من الطموحات. Wanted to become the king illegally عايز يبقى ملك بطريقه غير قانونيه. ديوك مايكل was dodger مراوغ سلاي ماكر. He was not honest. He invited his brother to stay in Zenda so as to set a trap, so as to poison him. عمل له فخ. تمام. So as to prevent him from attending the coronation. So as to become the king of Mauritania illegally. فأعتقد أنه wasn't an honest man. جميل. نشوف جمل برضو اختياري كده جاي لنا على القصة. شو the correct answer. Sentence number one بتقول Rassendyll road through the old town to let the people, the poor people know that. هو انا السؤال طبعا اختيار متعدد. راسند طبعا رود through the old town يعني ركب الحصان بتاعه عبر المدينه القديمه to let the poor people عشان يخلي الناس تعرف ان he knew that he knew they supported Michael عشان عارف ان هم دعموا مايكل. The king trusted them, king بيثق فيهم. ولا هيدين تراست ذا مايك ذا مارشال لا يثق في المارشال ولا هيدين تنيد ذا سولجر مش محتاج الجنود. كان قبل كده قلنا في الحلقه بتاعت الشرح العادي وكان مستر خالد عبد الهادي كان قال ان المعنى العام بتاع الجمله كده تبص للقصه دي ان راسندل وز راش راش يعني كان متهور جدا كان عنده راشنس ان يخش وزاوت اني مفيش كينج في الدنيا مفيش كوين في الدنيا مفيش ريسبونسبل في الدنيا بيمشي وزاوت جاردز. لكن لو هنبص من الناحيه بتاعتها هو الراجل طبعا هي wanted the people who lived there to know that their king trusted them من وجهه نظره هو. لكن من وجهه نظرنا احنا يعتبر هو راجل كراش. لكن الاجابه الصح هنا طبعا اكيد ذا ديوك بتاع دوت Rassendyll road through طبعا the old town to let the poor people know that the king trusted them so as to win their support طبعا. تمام يعني letter B. letter B. جميل. the king trusted them. sentence number two بتقول who was namely declared king of Mauritania. سؤال الموسم وكل موسم السؤال بتاع السنه اللي فاتت ده عمل قلبان في مصر كلها. تمام. جاوب اجابات كتير خاطئه واجابات صح. هو نيملي ديكليرد. مين اللي اعلن؟ مين اللي كان معني بيه؟ مين اللي اعلن بالاسم؟ ككينج اوف روتانيا. لو نرجع للشابتر نفسه في سمون قال ناو رودلف الفبرج ذا فيفث الملك رودلف الخامس هو ذا كينج اوف روتانيا. يبقى معنى كده زريل كينج لكن ما قالش رودلف راسندل. لكن هو ريلي كراوند مين حقا اللي هو توج بالفعل بتوج بالفعل رودلف راسندل تمام. لكن نيملي هو نيملي ديكليرد اعلن بالاسم باي نيم من كان المعني بالتتويج فكاتب رودلف الفبرج رودلف راسندل روبرت راسندل ديوك مايكل. هستبعد طبعا ديوك مايكل واستبعد روبرت راسندل اتفضل عندي رودلف الفبرج رودلف راسندل. هو الراجل قال كده ناو رودلف الفبرج ذا فيفث ذا كينج اوف روتينيا يبقى ذا رايت انسر رودلف الفبرج نوت رودلف راسندل. لكن لو قال لي هو ريلي كراوند هنقول رودلف راسندل. جميل جميل. هننتقل لمستر خالد عبد الهادي ونشوف مع بعض بيت جي 5 الصفحه رقم 5. تمام. وبرده ايه اسئله عن القصه. نشوف مع بعض كده الاسئله بتاعت كريتيكال ثينكينج بتقول ايه. اول سؤال بول ليجاليتي ووز ويز ذا كينج بات بوبولاريتي بلايد فور مايكل الستريت. سؤال اوبن كويستشنز كريتيكال ثينكينج فعلا سؤال مفتوح جدا. بيقول لنا ليجاليتي ووز ويز ذا كينج الشرعيه كانت مع الملك بات بوبولاريتي الشعبيه بقى والناس اللي بتحب مين بلايد فور مايكل كانت مع مايكل illustrate يعني يوضح لنا الموضوع ده. طبعا رودلف الفبرج اللي هو ذا ريال كينج الملك الحقيقي was the older كان هو الاكبر so it's his right to be the king حقه ان يبقى الملك. احنا عارفين حتى في الدول العربيه زي السعوديه واليمن وبيقول فيها مملكه والكلام ده ملك توفى بنشوف مين اكبر سنا في الاسره ويبدا يحكم ويكون طبعا من الاسره المالكه. يبقى نمبر 1 رودلف الفبرج is the older او دي older هو الاكبر. طيب ايه تمام so it is his right to be the king to be crowned حقه انه يبقى الملك وحقه انه يبقى يتوج. كمان لما نقول
مايكل بقى played for him popularity، تلعب له بقى الشعبية. Most people like him، معظم الناس بتحبه. He promised them with a better future، وعدهم بمستقبل أفضل. Most people know him because he cared about the poor، بيهتم بالفقراء. So most people أو especially most of the poor people أو most of the poor people، معظم الفقراء support him، بيدعموا. بعد كده وضحنا السؤال legality، أو من حق التاني. كمان دوك مايكل his mother is not royal، والدته مش ملكية. He is a half brother، هو أخ غير شقيق. فالشرعية تبقى في حق the royal king، الملك الحقيقي اللي هو رودولف إلفبرج. لكن الشعبية واللي الناس بتحبه هو ديوك مايكل. وطبعا ديوك مايكل زي ما لقينا كده المستر هي ذا سلاي، بيحتال عليهم عشان ياخد شعبية ويبقى هو الملك. This is the answer مستر أحمد. جميل. Question number 2 بيقول لي How do you think Michael Zeman discovered Seth's plan for the coronation؟ سؤال واضح طبعا، هيبقى واضح لبعض الطلبة اللي بيقروا القصة. خد بالك عشان في بعض الطلبة بتعتمد على الشرح وخلاص. أنا عاوزك تقرا الشابتر بنفسك. قرايتك للشابتر هيخليك able to answer any question، قادر انك تقرا او تجاوب اي سؤال. يعني how do you think Michael Zeman، ازاي رجالة مايكل discovered Sept's plan for the coronation، اكتشفوا الخطة ازاي؟ لما تفتكر كده لما سبت راح هو وراسندل ووصلوا ولقى الهاند كورشيف تورن، هاند كورشيف المنديل الموزقة، وقال I use this hand كورشيف to tie your hand mother، كنت رابط المناديل المستخدمين عشان اربطها وكتفها. لما دخل وما لقوهاش وما لقوش الملك ولقى جوزيف اتقتل، سبت ساعتها قال ايه؟ It must have been Johan the mother who have told them، اكيد هي اللي قالت لهم، اكيد هي اللي ساعدتهم وعرفوا مكان الملك وخطفوه. يبقى اجابه السؤال هي Johan the mother sure has told them a sept set. قرايتك للشابتر بيخليك تعرف ما بين السطور، مبقاش في سؤال صعب عليك، لازم تقرا الشابتر. انجلش طبعا هيريحك جدا، at least لو في ترجمه ليها هيبقى برضو مريحك برضو، لكن لازم الطالب يقراه، دي هتخليك تجاوب اي سؤال في القصه. جميل مستر احمد. نشوف بقى choose the correct answer. sentence number 1 بتقول why didn't Sept shoot Duke Michael when he saw him in the forest with Max Wolf. Why didn't Sept shoot Duke Michael؟ Sept ليه ما ضربش دوك مايكل بالنار؟ when he saw him in the forest with Max Wolf، لما شافه مع ماكس وولف، لما كانوا هم في الفورك مستخبين كده في مفترق الطرق وهم قاعدين ومعدين وراسندل قال له ده انا حاسس ان انت خلاص هتقتله خلاص. هل الاجابه بقى كان رده عليه he realized Max Wolf was innocent، اصل عارف ان ماكس وولف كان بريء. طبعا عارفين ماكس وولف اللي هو اخو جوهان. he realized Michael deserved to be king، هو عارف ان مايكل يستحق انه يموت وعشان كده ما قتلوش، مش منطقيه طبعا. he was afraid of punishment، كان خايف من العقاب. تاني نرجع نقول قرايه الشابتر والشرح، ارجع لبرامج مدرس الهوى وشوف هتلاقي الشابتر شابتر اتشرح ديتيلز بالتفصيل، هتلاقي طبعا الاجابه نمبر دي ايه. it wouldn't have helped the king at that moment، ده مش هيبقى مفيد للملك انه يقتله. ده الرد اللي قاله سبت لراسندل في التوقيت ده. فوز رايت انسر مستر احمد would be نمبر دي. جميل. sentence number 2 بتقول the duke's main aim is not. سؤال واضح جدا جدا، واي حد لازم يعرف يجاوبه بدون اي حاجه. سؤال جميل وسهل ومباشر، ودايما بنقول لطلاب الثانويه العامه مش كل حاجه معقده، مش كل حاجه كومبليكيتد وكل حاجه لا صعبه. الثانويه العامه سنه عاديه جدا زي اي سنه، ذاكر ببساطه هتلاقي معظم الاسئله مباشره. ممكن يبقى في سؤال رايح كده شويه، سؤال محتاج تفكير شويه، 30 جمله اختياري زي ما وضحنا قبل كده، هتلاقي في اربع جمل ثلاث جمل هم اللي محتاجين تركيز. القصه هتبقى مباشره برده، ما تقلقش منها. طيب ذا ديوك مين ايم، الهدف الرئيسي من دوك مايكل ايه هو؟ تو ماري برنسس فليفيا، يتجوزها، ولا تو بي ذا كينج، ولا تو ميت راسندل، ولا تو ميت انتوانيت. طبعا يعرف القاسي والداني كل الطلبه ان دوك مايكل نفسه يبقى الملك. ذا ان اونر جورج صاحب راسندل، سابت فريدز ذا مارشال، كل الناس حتى في برنسس فليفيا، كل الناس اللي هم قريبين من الملك كانوا عارفين حتى زي اصحاب راسندل ان دوك مايكل wants to be the king، كان عاوز يبقى الملك، لدرجه ان هو tried to poison his brother، حاول يسمم اخوه. فهو ذا رايت انسر مستر احمد هتبقى later be to be the king. جميل. هننتقل لبيج نمبر 6 صفحه رقم 6 مع مستر صلاح عبد الله، ونشوف برضو السؤال بتاع الكريتيكال ثينكينج هنا بيقول ايه. question number 1 بيقول لي what do you think made Rasindel feel confident during the coronation؟
هنا يا جماعه السؤال اللي مستر احمد بيعرضه علينا دلوقتي، ايه اللي جعل رادولف راسندل خلال حفل التتويج يشعر بالثقه؟ اي ثينك راسندل felt confident during the coronation because no one seemed to realize that راسندل wasn't the real king. يعني هنا بنقول في الاجابه ان راسندل شعر بالثقه خلال حفل التتويج لان مفيش حد موجود في الاحتفال ادرك ان راسندل ليس هو الملك الحقيقي، لذلك كان يشعر بالثقه. جميل. Question number two بيقول لي only the sly make the best use of coincidence to illustrate. هنا يا جماعه سلاي اللي هو الماكر او الخبيث فقط هو الذي يستفيد من الصدفه او الموقف او الحدث بنوع من الدهاء او الخبث. اللي حصل كده يا جماعه ان ديوك مايكل was a sly devil. So he exploited his brother's love for good food and sent him poisoned cake to get rid of him and to be the king. يعني هنا مايكل كان شيطان خبيث سلاي ديفل، استغل نقطة ضعف وحب أخوه للطعام وارسل له الكيك المسمم ليتخلص منه. جميل. نشوف بقى choose the correct answer على الجزئية دي. وسنتنس نمبر 1 بيقول the poor people supported the duke because he not. هنا يا جماعة الفقراء يدعموا الديوك مايكل. طب ليه؟ عندي الإجابة الأولانية إيه؟ had always lived abroad، يعني هو بيعيش في الخارج مايكل فعشان كده بيدعمه؟ طبعا لا. He was almost stranger، شخص غريب بالنسبة لهم؟ برضه طبعا لا. نمبر سي promised them a better future، كان يعدهم بمستقبل أفضل. طبعا هي دي الإجابة المطلوبة عندنا، إنه كان مايكل دايما بيوعدهم بمستقبل أفضل للفقراء. والإجابة طبعا لتر دي wanted to marry Flavia، لا برضو إجابة مستبعدة، يبقى عندنا الإجابة نمبر سي. جميل. سنتنس نمبر 2 بتقول according to Rassendyll what was the strangest thing in the history of any country. طبعا يعني طبقا according to Rassendyll بيقول في شيء غريب جدا يعني تقريبا يعني من اغرب الاشياء في التاريخ بيحصل في الموقف اللي هو فيه. ايه اللي بيحصل؟ ايه الشيء الغريب في التاريخ؟ لتر ايه؟ الملك ذا كينج ووز بوت ان بريزون، الملك مسجون؟ لا، ناس كتير جدا خلال التاريخ الملك اتسجن، يبقى الاجابه دي مش عاوزينها خالص. طيب لتر بي ذا ديوك ووز بوت ان بريزون، الديوك مسجون وبعض الناس عاوزين يحرروه؟ طبعا لا. سي برنسز ووز تو بي ا كوين، أميرة الملكة؟ برضو الإجابة دي مش منطقية خالص. يبقى عندي لتر دي there was a war، كان في حرب in a country and only few people knew about it. هي دي الإجابة اللي عندنا، إن كان في حرب في بلد وفقط عدد قليل من الناس هم اللي يعلموا عن هذه الحرب الخفية. جميل. دي كانت تعتبر مجموعة من الأسئلة على البريزنر اوف زيندا اللي جت في امتحان 2019 دور أول وثاني. هننتقل برضو لسؤال جديد اللي هو سؤال ترانسليشن اللي هو الترجمه، ويا ريت بقى مستر نبيل على السبوره تحاول توضح لنا. السبوره على السبوره يا ريس، كلام على السبوره. هنجيب بيج نمبر 7 صفحه رقم 7. دي عباره عن ترانسليت انتو عربي. Preservation of the environment has become a global issue that everyone seeks to achieve. انا بقى اترجم ترجمه حرفيه الاول وبعد كده اعمل ترجمه ادبيه. لو امسك كلمه كلمه، عندي كلمه preservation كناون بمعنى الحفاظ، في منها الفعل بريزرف. ده الفيرب نفسه. نمبر 7 صفحه، يا ريت المخرج يجيب لنا الصفحه رقم 7. تمام. Preservation of the environment has become a global issue that everyone seeks طبعا to achieve. همسك كلمة كلمة preservation لوحدها بمعنى حفاظ. لو هرجعها لأصلها الفيرب بتاعها preserve. جميل. يحفظ. ده الفيرب. في منها preservative. دي معناها مادة حافظة. فهنا preservation of the environment طبعا environment اللي هي البيئة.
has become a global issue. كلمة global معنى international، بمعنى universal، معنى عالمي يعني. issue بمعنى قضية أو مشكلة يعني. that everyone، ولاحظ كلمة everyone، الفيرب بتاعها بقى مفرد، عشان لو قلت لك choose ولا حاجة، هنا قال seeks، ما قالش seek، إن everyone الفعل بتاعها مفرد. مفرد، لكن الضمير بتاعها بجمع. الفعل seek ده اللي هو بمعنى يسعى. كتير قوي من الطلبة ما تعرفش التصريف بتاعه. مين يعرف يصرفها يا شباب؟ شايف حد يرفع ايده من طلب بتوعي؟ طبعا متميزين طبعا. مش هنقول صوت بقى والحاجات دي، تعامل يا بعض يا خالد شاطر انت. التصريف بتاعه صوت. صوت ما لازم استفيد من المكان بتاعت الترجمه. ايوه طبعا لازم الطالب يعرف الحاجات طبعاً. دي preservation of the environment يعني الترجمه حرفيا كده الحفاظ على البيئه has become a global issue، اصبح قضيه عالميه. that everyone takes يسعى الجميع to achieve. طيب يعني في اتشيف يحقق، في منها اتشيف يحقق او ينجز، اتشيفمنت انجازات. انا لما اترجمها ببدا بالفيرب الاول preservation of the environment has become، هبدا بكلمه لقد اصبح. لقد اصبح الحفاظ على البيئه قضيه عالميه يسعى الجميع لتحقيقها. نكرر يعني لقد أصبح الحفاظ على البيئة قضية عالمية يسعى الجميع لتحقيقها. مش بترجم بتجربة حرفية خالص. معلش يا جماعة سامحوني في عربي يعني. أحاول. دي نمبر 1. تمام، اتفضل مستر نبيل. نشوف مع مستر خالد عبد الهادي بقى جملة الترجمة اللي عليها الدور. الصفحة اللي بعدها. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب صفحه رقم 8 بيج نمبر 8. المخرج معانا يا ريت لو عندي ورقه كده بتاعتها هقرا لحضرتك الجمله عشان نبقى متابع معاك. بس صفحه رقم 8 تمام. اوكي بيج نمبر 1 اوكي سوري نمبر 8 ماشي. اوكي the government yes the government has undertaken several infrastructure projects that are the basis of the development process. طبعا كل الطلبة عندنا عارفين كلمة the government الحكومة has undertaken. طب افرض انا مش عارف كلمة undertaken دي، يعني انا مش عارف كلمة undertaken اعمل ايه؟ ما انت لازم برضه يكون عندك تبقى عارف كويس ان انت في الامتحان ممكن تجي لك كلمة جديدة عليك وده بيبقى متوقع ومطلوب. ولما تيجي تحل الباسج نفس النظام هيجي لك كلمة جديدة عليك. هقول انا مش عارف احل الجملة دي هسيب الجملة ديت، ما ينفعش طبعا لازم تاخد بالك. واللي بيحط الامتحان بيبقى دايما قاصد ان القطعه تبقى unseen وان الترجمه ممكن تبقى unseen وفيها كلمه جديده. The government has undertaken several infrastructure projects. projects يعني مشروعات. طيب انا لحد دلوقتي ما ترجمش الكلمتين التانيين اللي هي undertaken و infrastructure. that are the basis، معروف كلمه basis دي اساس، يقول لك البيز البيزك of the development process. عملية التنمية development جاء من كلمة develop يعني يطور أو ينمي وdevelopment يعني تنمية وprocess يعني عملية. طبعا عارفين الفرق بين process وبين operation. نقول مثلا peace process عملية السلام، لكن لو قلنا مثلا هي هذا an operation العمل عملية ده موضوع تاني بقى surgery جراحة. نرجع بقى تاني من الأول كده the government has undertaken several infrastructure projects. فالمفروض نبدأ بالفعل الحكومة وبعدين مشروعات بنية تحتية أو مشروعات عظيمة أو مشروعات كبيرة. هي طبعا infrastructure يعني البنية التحتية. بنية تحتية يعني كل ما هو بيسير تحت الأرض بقى من مواسير المياه وغاز وكهرباء والحاجات دي كلها. فبنقول تسعى الحكومة، تحاول الحكومة، بدأت الحكومة، أخذت الحكومة على عاتقها. undertake يعني يأخذ المسؤولية على حاجة، يبقى هو يأخذ على عاتقه. فلو طالب مثلا قال لي بدأت الحكومة بتنفيذ مشروعات كثيرة
من اجل عمليه اساس او من اجل عمليه السلام. ماشي كويس، انت حاولت، برافو عليك. لكن طبعا الاجابه النموذجيه بقى لو انت عارف كل معاني الكلمات، يبقى اخذت الحكومه على عاتقها العديد من المشروعات للبنيه التحتيه والتي تعتبر اساس التنميه او اساس العمليه التنمويه او اساس عمليه التنميه. فالطالب بياخد باله كلمه معينه مش عارف معناها، مش معناها ان الدنيا وقفت قدامي والدنيا ضلمت وخلاص، تاخد بالك تمام. ودي ترجمتها بسيطه ومحتاجش ان هي فيها اندر تيكن. اكتبها بقى كده على السبوره عشان لو طالب حب يكتبها معانا. بنقول لقد اخذت الحكومه على عاتقها تنفيذ العديد من المشروعات للبنية التحتية والتي تعتبر، دائما طالب ياخد باله من كلمة والتي، للبنية ولذلك من أجل كده يعني، والتي تعتبر أساس العملية التنموية أو لعملية التنمية. تمام. خاصة بترجمة القطعة. شكرا مستر أحمد، التوفيق إن شاء الله لكل طلاب. مستر صلاح نشوف معاك كده الترجمة بتاعت البيج نمبر 9 الصفحة رقم 9. يا ريت المخرج يجيب لنا البيج نمبر 9 الصفحة رقم 9 ونشوف الجملة الأولى في الترجمة بتقول إيه. اتفضل يا مستر صلاح. الجملة عندنا يا جماعة تقول in the present financial climate all people are struggling to survive. طيب نكتبها كده الأول، يبقى هنا in the present financial climate all people are struggling to survive. طيب هنا يا جماعة في جملتنا هنا عندي هنا in the present financial climate، قلت طبعا يا جماعة معروفة المناخ، وهنا مالي، وهنا الحالي. يبقى احنا هنا ممكن بسهولة خالص هنقول هنا ان معناها في او خلال او في ظل، جزئية الأولانية يبقى في ممكن او خلال او ممكن تقول في ظل المناخ المالي الحالي. طيب all people كل الناس are struggling. struggling هنا يا جماعه بمعنى يكافح. يبقى هنا هنبدا طبعا بالverb بالفعل اللغه العربيه يكافح كل الناس من أجل، هنا يا جماعة طبعا هنا are struggling to survive من أجل الإيه؟ البقاء طبعا على قيد الإيه؟ الحياة. بهنا لمحة تانية هنا الجملة بتاعتنا، يبقى أنا عندي هنا لو جاب لي هنا كده climate ده verb financial هنا present ممكن أقول على طول هنا يبقى أنا المناخ المالي الحالي بسهولة خالص. وهنا قلنا إن هنقول في أو خلال أو في ظل المناخ المالي الحالي. وهنا يكافح يبقى struggling يكافح كل الناس من أجل إيه؟ survive البقاء. وهنا يا جماعة هنا عايزين نقول حاجة مهمة جدا، إن في translation إن هي يعني من أهم قواعد translation إن translation دي ترجمة meaning، نقل معنى من لغة للغة وليس لفظ. يعني إحنا في كل شغلنا بننقل المعاني او الالفاظ، الالفاظ لا، بننقل المعاني. والله اذا كان المعنى يتوافق مع اللفظ خلاص ما عندهاش مشكله. ازاي؟ احرز محمد صلاح هدف، يبقى خلاص هنا بنسميها المعنى ايكوال بيساوي او نفس الايه اللفظ، يبقى محمد صلاح سكورد اجول. لكن لو قلنا محمد صلاح عمل في الماتش هنقول محمد صلاح ده كان طياره، هنا المعنى ما بيتفقش ابدا مع اللفظ. طب نيجي نترجمها ازاي؟ نقول كان طياره؟ لا، نقول محمد صلاح ران runs fast. تفضل يا مستر صلاح. شكرا.
دي كانت تعتبر اهم الاسئله اللي في امتحان 2019 دور اول وثاني، وطبعا المفروض بعد الطلبه بتاعتنا ما ذاكرت نص المنهج المفروض تواكبها بالاسئله اللي احنا حلناها مع بعض وتشوف مدى الامتحان سهولته ايه بالنسبه له، وممكن يشوفوا الحلقات بتاعتنا بتاعت نصف المنهج كلها مع المدرسين الافاضل بتاعتنا شرح بالتفصيل ويقارنوا مدى السلاسه بتاعت الاسئله اللي بتيجي في الامتحان. بشكركم مستر نبيل بكير، نشكرك مستر خالد عبد الهادي، نشكرك مستر صلاح، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله. شكرا.